القناة دي للمدخنين أو من كانوا مدخنين ويودون الإقلاع، فلو أنت مش مدخن ما انصحكش تجرب أي حاجة من اللي هتشوفها هنا، أما لو أنت مدخن أو مبخر أي حاجة هتجربها بناء على اللي هتشوفه هنا هتجربها على مسؤوليتك الشخصية، كده مالكش حج. السلام عليكم، معاكم الأنس. حقيقي مفتقدكم أيها السادة بشدة، بس لظروف ما كده الفترة اللي فاتت ما كنتش عارف أعمل أي فيديوهات لا هنا ولا هناك، ولكن إن شاء الله الفترة اللي جاية هيبقى فيه بإذن الله هنا وهناك. لو مش متابع هناك فشوف الفيديو اللي فات تعرف إيه موضوع هناك ده. في هذا الفيديو يا سادة نحن بصدد مراجعة وتقييم جهاز يعتبر الأول من نوعه، ذو فكرة مميزة جدا ومختلفة وجذابة وعملية جدا. الديسبوزبل فكرة مبنية على إيه؟ مبنية على إن الجهاز جواه بطاريته، جواه الليكويد بتاعه، جواه كل حاجه جاهز للاستعمال الادامي فورا، بتفتحه وتستخدمه وتشربه وتخلص ترميه زي ما هو. دي فكرة disposable اللي كل الناس عارفاها وبيستخدموها، ولكن في هذا الجهاز الوضع مختلف قليلا. في هذا الجهاز انت محتاج عشان تستخدمه هذا الجهاز انك تجيب بطارية، بطارية فيب عادية جدا 1850، زي بطارية بتشتغل على اي مود من المودات، تكون طبعا معمولة للفيب، ما تجيبش بطارية لابتوب والجو ده. الفكرة بمنتهى البساطة ان انت محتاج تجيب عندك بطارية واحدة بس وتغير عليها الاجهزة، تجيب جهاز تحط جوه بطاريتك، تستخدم الجهاز، تخلص الجهاز، ترمي الجهاز وتاخد بطاريتك بمنتهى البساطة. نجم هذا الفيديو يا سادة يدعى سكوير، بس بالكي مش بالكيو، من انتاج وتوفو. خلاص يعني احنا ممكن ما نكملش كده، يعني فيديو كده معلومة وصلت. الفكرة عبقرية. في اتجاه عالمي وانا حقيقي بشجعه على استهلاك بطاريات اقل. لو في خيارين انك انت تستخدم اجهزه ديسبوزبل وبطاريتك ما ترميهاش، ولا ترمي البطاريه مع الجهاز، فانا ميال لفكره انك انت ما ترميش البطاريه مع الجهاز. يعني طالما البطاريه شيء تعويضه دلوقتي في فتره قادمه قد ممكن يسبب مشكله، وهو اصلا مشكله للارض يعني بشكل او باخر، من الناس اللي يعني المهتمه بموضوع التلوث ده اوريدي شايفاه مشكله، يعني في وضعه الحالي كده مشكله حتى لو ما فيش ديسبوزبلز اصلا، فما بالك في حاله ان انت بترمي كميه بطاريات ليثيوم قابله لاعاده الشحن. يعني خلي بالك اقول لك معلومه مهمه جدا، اغلب البطاريات اللي انت بتشوفها في اجهزه الديسبوزبلز هينفع تتشحن تاني حتى لو الجهاز ما بيتشحنش، البطاريه ليثيوم والليثيوم ينفع يتشحن. فكونك ترمي الجهاز بالبطاريه ده معناه انك انت عليك شيء من المسؤوليه. مزيكا برضه حاجات كده بتطلع واحنا بنصور. طب مواصفات هذا الزوزو ايه بقى؟ بص يا سيدي، هو جهاز ديسبوزبل بيشتغل ببطاريه 18650، حلو، جواه كام ملي ليكويد؟ جواه 15 ملي ليكويد جاهزين للاستخدام فورا. في هذا القطاع الجانبي جنب البطاريه هتلاقي ساتوريتد كده وغرقانين وجاهزين للاستخدام، بيدوا 6000 نفس على البطاريه الواحده. لا هنا بقى ايه الموضوع هيختلف حسب سعه بطاريتك اللي انت حاططها. لو بطاريه صغيره فهم يعني لو بطاريه حوالي 1200-1500 ملي امبير فانت غالبا هتخلصهم مع البطاريه، ممكن تشحنها نص كمان. لو بطاريه بقى 3500 ولا بطاريه كبيره زي البطاريه اللي ساعتها اكبر زي البطاريه اللي محطوطه هنا دي، لا انت غالبا هتخلص الجهاز والبطاريه ما خلصتش. فدي علاقه البطاريه بعدد الانفاس. الجهاز كله مصمم من البلاستيك تماما، ولكن مع بعض الحاجات اللطيفه اللي معموله فيه. الدريب تيب كان ممكن بمنتهى البساطه يعملوها لك ثابته، لا هو عمل لك الدريب تيب دي بتتشال. يعني مبدئيا حتى لو الجهاز انتهى تاريخه الدريب تيب دي ينفع تستخدمها على اي تانك تاني عندك او اي حاجه بتقبل مقاس ال 510 او 510 من الدريب تيب. بالاضافه لان هي قابله للحركه، يعني لو انت بتحب تشرب كده فانت ينفع تعدلها على بقك كده لان هي مفعوصه سنه فاحساسها لطيف، او لو بتحب تشرب كده بالجنب وتمسك الجهاز كده فانت بتعدل الدريب تيب برضو للوضع اللي انت تفضله. النكهات المتوفره بقى، حتى الان انا قابلت يعني هم بعتوا لي شويه بجربهم وفي حاجات لطيفه جدا، في حاجات ما تتشربش يعني التفاح الاخضر دي تحسه بايظ مثلا، بس الباقي في حاجات مزيكا. يعني كل ما هو بالايس كريم حلو، البيتش ايس كريم او الخوخ بالايس كريم بتاعهم حلو، الاستروبري ايس كريم حلوه، الفراوله بالايس كريم لذيذه جدا. تخيل الفكره انت بتغير بطاريه على الديسبوزبل، يعني دي حاجه جديده يا ساده. الجريب ايس كمان معقول، يعني السقعيه بتاعته مش عاليه قوي ولكن طعم الجريب فيه برده مش واو، بس يعني هو جريب ايس يعني عنب ساقع بس في المتوسط كده، يعني سقعيته مش اوفر ولا عنبه اوفر. ثم يليه المانجو ايس كريم، احنا اتفقنا خلاص اي حاجه بالايس كريم حلوه. عندهم ايس كريم عجيب طعمه عامل زي ايس كريم ماكدونالدز، بيحطوا عليه اي حاجه بقى. ويليه الجوافه كيوي باشن فروت، عاملين جوافه وكيوي وباشن فروت مع بعض
في جهاز واحد، ووتر ميلون ايس البطيخ الساقع، ومشروب الطاقه بالتشيري الانرجي تشيري، واخيرا الاستروبري روم. الروم ده طعم الروم لكن هو مش تاثير الروم، بس عشان ما حدش يعني يفتكر ان لو خدنا فاسين منه هي كده. دول الحاجات اللي انا جربتها يعني وعديت عليها. في حاجات تانية على الويب سايت، في حاجات تانية على الويب سايت بتاعهم، ممكن تاخد لفه كده تكتشف المزيد. فالفليفرز حقيقي كلها يعني صيفيه لطيفه. كان نفسي يعملوا مثلا حته توباكو كده، حته بسكوت، حته ديزرت، ولكن حتى لان انا ما قابلتهاش، ولكن دي هتبقى اضافه لطيفه جدا للفكره اللي هي اصلا اضافه. احد الحاجات اللي انا معجب بيها في الجهاز ده ان الجهاز ينفع تشحنه باليو اس بي سي، فده عمل حاجه اضافيه. الجهاز انت مجرد ما تنتهي منه ما ترمهوش. ليه؟ لانه تحول لشاحن لبطاريتك ال 18650، ينفع تشحن فيه البطاريه. هتاخد وقت طويل شويه لو البطاريه كبيره، ولكن هو شاحن البطاريه، ودي حاجه لطيفه. بدل ما تجيب شاحن للبطاريه فده شاحن البطاريه بلت ان في الديسبوزبل اللي كنت هترميه او هترميه. الاضافه بقى لان البيبان ماجنتيك، والبيبان الماجنتيك دي ينفع تركب على اي جهاز من الاجهزه، يعني ممكن تعمل اي كومباينيشن من الالوان بمنتهى البساطه من خلال انك تركب الباب ده على الجهاز ده وتركب الباب ده على الجهاز ده، فتحصل على شكلين مختلفين من الاجهزه بمنتهى البساطه. في الحقيقه يعني موضوع لطيف، الفكره الاساسيه اصلا لطيفه، وكل ما يندرج تحتها هم عاملينه حلو بصراحه. واتمنى اشوف منه من شركات اخرى، يعني اتمنى شركات اخرى تحذو وتوفوا في القصه دي، ان هي تعمل اجهزه ديسبوزبل البطاريات ينفع تتغير عليها، حتى لو بطاريات بمقاس غير التقليدي بتاعنا 18650 ده، ممكن ليه لا يعني نعمل مقاس بطاريه مخصوص وننتج منه شويه بس عشان نستخدمهم في اجهزه ديسبوزبل لو انا عايز احصل على حجم اصغر من الحجم ده. هو مقاس عامل زي لو انت الناس تعرف البليت بوكس، او جهاز في جهاز كده اسمه بوكس يعني خاص شويتين ومميز، هو مقاسه بالظبط يعني تقريبا كانك ماسك بليت بوكس في ايدك، بس الفكره كلها انه من غير زرار كمان، يعني انت ما بتستخدمش زرار، هو بسنسور شغال من الاول للاخر، مش محتاج تدوس على الزرار عشان تشغله، وشايف بطاريتك من جوه وشايف الليكويد بتاعك في الجنب اللي هو السيكتور بتاع الليكويد اللي مليان ده، اول ما بيجي لك بتلاقي الويكينج شبعان، وكل ما بتستخدمه اكتر كل ما بيميل للون الابيض، يعني معنى ذلك انه بينشف ينشف ينشف لحد لما الليكويد اللي جوه ينتهي، وللاسف هتعرف انه خلص من خلال انك تلبس دراي هيت. يعني على عكس الديسبوزبلز الثانيه اللي ما بتتشحنش، غالبا البطاريه بتخلص قبل الليكويد، فبالتالي انت كده بينتهي الجهاز بيعمل لك فلاش، فتعرف ان البطاريه خلصت وبيسيب لك شويه ليكويد يامنوك عشان ما تلبسش دراي هيت. لا، هنا انت هتلبس يعني، وانت بتخلص الجهاز هتعرف على طول ان هو من خلال طعم الدراي هيت مش عايز اشتمه يعني، بس هو يستاهل الشتيمه. ونسبه النيكوتين الخاصه بيه 50 مللي جرام، بس 50 مللي جرام خبطتها كيوت كده، يعني مش بتاعت 50 مللي جرام اللي هي الهوب، لا 50 مللي جرام بمقام 30، بس الاحساس اللي بيوصلني من تاثير ال 50 مللي جرام هو تاثير ال 50 حقيقي، بس خبطه انعم كتير من خبطه ال 50. انفاسه بقى عامله ازاي، او الفيب برودكشن اللي بيطلعه عامله ازاي، تناخد عينه كده من الانفاس، كميه البخار اللي خارجه منه حقيقي مرضيه جدا جدا، والنفس ستيبل متماسك، والسنسور حساس يعني بيسمع الكلام حتى على السرعات البطيئه، وده شيء لطيف مش اغلب الديسبوزبل اللي بتستعمله النهارده. مفيش تحكم في الاير فلو، ولكن سحبته بالنسبه لي مناسبه جدا. فدي باختصار يا ساده قصه هذا الجهاز سكوير 6000، اي 6000 نفس من انتاج جوتوفو. بالمناسبه دي من ضمن الحاجات اللي انا شفتها في معرض دبي الاخراني وورلد فيب شو، كان معرض رائع جدا جدا، وكان مليان شويه اجهزه لطيفه جدا، بس دي من ضمن الحاجات اللي لفتت انتباهي جدا وكانت مميزه وتستحق التقدير حقيقي. في جهاز تاني كمان بنفس فكره ديسبوزبل، بس هو بقى ايه، عمل حاجتين مختلفين مش حاجه واحده، فاحنا هنتكلم عنه في فيديو منفصل ان شاء الله. في جيف اويز ولا لا؟ في جيف اويز. التلات اجهزه دول هم تلات هدايا لثلاثه من سعداء الحظ اللي يقوموا بالتعليق على هذا الفيديو فقط لا غير. هنعمل سحب عشوائي ان شاء الله في الميعاد المعلن، في اول تعليق مثبت على هذا الفيديو ان شاء الله، والسحب بيكون على انستجرام، وحظ سعيد لجميع الساده المشاركين والمشاهدين اللي بيتفرجوا على هذا الفيديو. في كده ما تكسفناش، واشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم، ودائما اطفيها وارميها، عبيها واديها.